هذا اليوم كان ذكرى حلوة لأحلى شي صار بحياتنا. حبيبتنا لينا. وهون القصة بلشت. حاليا الساعة 6 الصبح تقريبا ورايحين هلا على المشفى لانه اعراض الولادة بلشت تبين. هلا ما لنا متأكدين اذا اليوم رح تصير الولادة ولا لا. وهي وصلنا على المشفى وحكينا معهم وحكونا نرجع لقسم الاسعاف، فالله يستر. You're excited, huh? Yeah. You miss our daughter? Yeah. You want to see her? Yeah. Okay. Don't worry, everything will be fine. Our doctor is good, everything is good. I'm not worried actually. And just in a few hours, we will have our daughter with us, okay? هي هون حاليا عم بتابعوا حالتها وحالة البيبي اول باول ونبضات قلب البيبي. طبعا دكتورة حكت لنا انه لازم اليوم ان شاء الله تصير الولادة، فيلا يا رب. اوكي سو هلا صار الوقت، لازم نروح، صار وقت العملية، فاخذوها اوريدي وانا رح الحقها. مثل ما لكم شايفين لبسوني نفس الأطباء لأنه بدي أدخل معها العملية، فهذا اللي لابسه شايفين، رح ألبس كفوف كمان. هلا حاليا دخلوها على قسم التخدير، فأنا هلا عم بستناها لما يجهزوها ويخدروها وهيك، وبعدين رح أدخل. الله يستر. Thank you.